السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ رشيد أجديد، أستاذ مادة الفلسفة. أرحب بكم في هذا المساء أعزائي التلاميذ وأعزائي التلميذات ضمن هذا الدرس الذي سوف نخصصه لمجزوءة الفاعلية والإبداع، حيث سنتناول بالدراسة مفهومي التقنية والعلم، وسوف يكون هذا الدرس في إطار تمرين حول الاشتغال المنهجي على النص الفلسفي، بحيث سوف نقوم باحترام القواعد المنهجية المتبعة لتحليل ومناقشة النص الفلسفي، ألا وهي أولا وضع النص الفلسفي في إطاره الإشكالي، ثانيا تحليل النص، ثالثا مناقشة موقف أو أطروحة النص، لكي نصل أخيرا إلى تسجيل أهم النتائج التي استخلصناها من التحليل والمناقشة. لكن أولا وقبل كل شيء نقرأ النص حتى يمكننا الاشتغال عليه. يقول النص: إن من المستحيل فصل مفهوم التقنية عن بقية مكوناته، لأننا نعرف أن هناك علاقة تربط التقنية بالعلم، وهذا الأخير بالصناعة، والصناعة بالمجتمع، والمجتمع بالعلم، فالعلم ينتج التقنية، وهذه الأخيرة تنتج الصناعة، والصناعة تنتج المجتمع الصناعي. إنها علاقة تفاعلية حقيقية بين كل مكوناتها، فكل مكون فيها يتفاعل مع بقية المكونات. لهذا أقول إن أول ما ينبغي تفاديه هو عزل التقنية عن بقية العناصر. إذن المطلوب في هذا التمرين هو أولا وضع النص الفلسفي في إطاره الإشكالي، ثانيا تحليل النص، ثالثا مناقشة موقف النص، رابعا تسجيل نتائج التحليل والمناقشة، أي ما يصطلح عليه بالتأكيد. لكن قبل أن أطلب منكم الاشتغال على هذه الخطوات، ينبغي أولا التذكير بها. معنى يجب أن نعرف أولا ما معنى الإطار الإشكالي للنص، ثم يجب أن نعرف ما معنى التحليل وما هي أهم الخطوات التي ينبغي المرور منها، ثم نعرف ما معنى المناقشة، لكي نصل أخيرا إلى ما معنى التركيب. نبدأ أولا بعناصر الإجابة. أولا عندنا مطلب التأطير الإشكالي. ما الذي يجب توفره في التأطير الإشكالي؟ أولا ينبغي إدراج النص في سياقه الفلسفي العام، ثانيا إبراز المفهوم المركزي للنص، ثالثا استخراج الإشكالية التي ينطوي عليها النص، رابعا صياغة الأسئلة التي يجيب عليها النص. بالنسبة إلى مطلب التحليل، يجب أولا الابتداء باستخراج أطروحة النص، أي الموقف أو الفكرة العامة أو الجواب الذي يقدمه صاحب النص على الإشكال المطروح، ثم الاشتغال على المفاهيم الأساسية التي تتألف منها أطروحة النص أو يتألف منها النص إجمالا. كما تعلمون تكون لدينا هناك فكرة عامة نسميها أطروحة، وهذه الفكرة العامة تكون مؤسسة ومشكلة ومؤلفة بمجموعة من المفاهيم يتعين علينا استخراجها في التحليل، لكي ننتقل ثالثا إلى البنية الحجاجية، بمعنى أهم الأساليب اللغوية والمنطقية التي اعتمد عليها الفيلسوف من أجل بناء أطروحته والدفاع عنها وجعلها أطروحة ذات قيمة علمية وفلسفية. المطلب الثالث الذي يتعين الاشتغال عليه هو مطلب المناقشة. في المناقشة يجب أولا وقبل كل شيء أن نتوقف عند قيمة الأطروحة وحدودها. ما معنى قيمة الأطروحة وحدودها؟ قيمة الأطروحة بمعنى أهميتها ومدى جدارتها بالاتباع، أما حدودها فيعني نقط الضعف
او جوانب الخلل في تلك الأطروحة. إذن يجب اولا فحص أطروحة النص الى اي حد هي أطروحة ذات معقولية وذات قيمة منطقية. لكي ننتقل ثانيا الى المواقف الفلسفية، حيث نستدعي تصورات الفلاسفة من اجل مقارنتها بتصور صاحب النص. ولذلك فالمقارنة بين التصورات الفلسفية المختلفة شيء ضروري ولا بد منه في المناقشة، لأنه عندما نقارن بين المواقف الفلسفية يتبين أيهما أو أيها أكثر قوة وأيها أجدر بالاتباع. المطلب الرابع والأخير هو ما يصطلح عليه بالتركيب. نقوم فيه إما بتسجيل نتائج تحليل والمناقشة، أو كتابة خلاصة تركيبية للموضوع، أو إن أمكن وهذا هو المطلوب هذه الغاية بناء موقف أو رأي شخصي، بشرط أن يكون هذا الموقف الشخصي مدعما بحجج وأمثلة تجعله رأيا ذا قيمة منطقية. ويمكننا أن ننتهي أخيرا بطرح إشكالية جديدة. فكما نعلم جميعا أعزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات، فإن التفكير الفلسفي دائما ينطلق بسؤال يكون موضوع نقاش، لكن النقاش لا ينتهي تماما، بل يفرز هذا النقاش أسئلة إشكالية جديدة. أترك لكم الفرصة أولا حتى يمكنكم الإجابة على هذا السؤال. ننتقل إذن أعزائي إلى عناصر الإجابة أو الأجوبة التي الأجوبة الممكنة على السؤال الأول. لدينا السؤال الأول، ضع النص في إطاره الإشكالي. مثلا يمكن القول يرتبط هذا النص بمجال الفاعلية والإبداع. هنا ينبغي أولا إشارة إلى المجال العام، إذ يتحدث عن مفهومي التقنية والعلم، بمعنى نذكر المفاهيم التي تندرج ضمن هذا الإطار العام. التقنية والعلم باعتبارهما أحد أبرز وجوه الفعل البشري وقدرة الإنسان على الخلق والابتكار. يعني نعلم أن الإنسان لديه قوة في الذكاء وقوة في العقل، وهذه القوة تتجلى في الإبداع والخلق والابتكار، ويكون ذلك بواسطة التقنية والعلم. ويعالج إشكالية علاقتهما، أي علاقة التقنية بالعلم، بالمجال الصناعي والاجتماعي، حيث يمكن التساؤل على ضوء هذا النص ما شكل العلاقة الممكنة بين العلم والتقنية، وكيف يؤثران في المجال الصناعي والحياة الاجتماعية. بمعنى يجب التساؤل أولا حول العلاقة البينية بين التقنية والعلم، ثم ننظر في امتدادات هذه العلاقة على مستوى المجالات الإنسانية، خصوصا المجال الصناعي والمجال الاجتماعي. هذا فيما يخص التأطير الإشكالي للنص. جوابا على السؤال الثاني أو تحليل أو حلل هذا النص، نقول في التحليل قلنا أولا يجب استخراج أطروحة النص. إذن إذا قرأنا هذا النص وتمعنا فيه جيدا سوف نتوصل إلى أطروحة مفادها أن صاحب النص اعتبر أن هناك علاقة تداخل وارتباط وثيق بين التقنية والعلم، وأن هذه العلاقة تمتد لتشمل جميع مجالات الحياة الصناعية والاجتماعية. إذن الفيلسوف صاحب النص هو أكد أولا ثنائية العلاقة بين التقنية والعلم، وأن هذه العلاقة لا تبقى محصورة في مجال التقنية والمجال العلمي، بل هي تؤثر بشكل إما إيجابي أو سلبي في الحياة الصناعية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى آخره. إذن هذا فيما يخص أطروحة النص. باء، المفاهيم الأساسية. إذا تأملنا النص سنجد أنه تألف من عدة مفاهيم مرتبطة فيما بينها، أبرزها مفهوم التقنية، وهي مجموع المهارات والعمليات التي يعتمد فيها الإنسان
على الأدوات والآلات والأجهزة المادية. ولدينا كذلك مفهوم العلم الذي يتمثل في كل ما يكتسبه الإنسان من معارف وأفكار ونظريات بشكل منهجي ومنظم عن طريق المنطق والتجربة. إذن العلم هو عملية اكتساب منهجية، ليست عملية تلقائية أو عفوية، ويختلف عن المعرفة العامة، ويشكل معرفة خاصة قائمة على قواعد منهجية أساسها المنطق والتجربة. المفهوم الموالي هو مفهوم المجتمع الصناعي الذي يشير بشكل خاص إلى المجتمعات الحديثة والمعاصرة التي عرفت فيها الصناعة نموا كبيرا وانتشارا واسعا في جميع مجالات الحياة. هذا هو المقصود بالمجتمع الصناعي. ثم لدينا العلاقة التفاعلية، تنشأ بين عنصرين أو عدة عناصر يؤثر كل واحد منها في بقية العناصر ويتأثر بها. إذن هذا هو معنى العلاقة التفاعل، أي تبادل التأثير والتأثر بين طرفين، يؤثر كل واحد منهما في الآخر ويتأثر به. يعني مثل ما نقول أن التقنية تؤثر في العلم، من أن التقنيات مثل التلسكوبات والميكروسكوبات أدت إلى اكتشافات علمية هائلة، كذلك الأمر بالنسبة للعلم. العلم يطور مجموعة من التقنيات والمهارات التي تفيد الإنسان في حياته بشكل عام. إذن هذا هو ما يسمى العلاقة التفاعلية. المطلب جيم المتعلق بالتحليل هو البنية الحجاجية والأساليب التي اعتمدها صاحب النص لبيان موقفه وأطروحته. الأسلوب الأول لدينا هو أسلوب النفي، إذ ابتدأ صاحب النص بالقول يعني لكي ينفي إمكانية الفصل بين التقنية والعلم، قال إن من المستحيل فصل مفهوم التقنية عن بقية العناصر، ويقصد بها العنصر العلمي والعنصر الصناعي والعنصر الاجتماعي. الأسلوب الموالي هو أسلوب التفسير، حيث حاول صاحب النص تفسير علاقة التقنية والعلم بالمجالات الأخرى، وذلك في قوله يعني استعمل أداة التعليل أو التبرير في قوله لأننا نعرف أن هناك علاقة ترابط بين التقنية والعلم وبين التقنية والصناعة والمجتمع. العنصر الحجاجي الثالث وهو الإثبات، استعمل آلية الإثبات، إثبات علاقة التفاعل بين التقنية والعلم، حيث قال إنها علاقة تفاعلية حقيقية. لكي يستنتج أخيرا مستعملا أسلوب الاستنتاج، استنتاج صعوبة عزل التقنية عن بقية العناصر، وذلك في قوله لهذا أقول إن أول ما ينبغي تفاديه هو عزل التقنية عن بقية العناصر. العنصر أو المطلب الثالث وهو مطلب المناقشة، لا بد من مناقشة موقف النص، ولا ينبغي فقط التوقف عند تحليله مفاهيميا أو حجاجيا، بل ينبغي النظر في ما أفرزه هذا الإشكال من نقاشات. ولذلك يمكن القول لقد أدى الانتشار الواسع للتقنية والعلم وغزوهما لجميع مجالات الحياة البشرية إلى نقاش فلسفي كبير بين قسمين أساسيين اثنين، هما الموقف التفاؤلي، يعني هناك تيار يسمى التيار التفاؤلي من التفاؤل، حيث يعتبر أصحاب هذا الموقف أن الاستعمال الواسع للعلوم والتقنيات سوف يمكن الإنسان من امتلاك العالم واستغلال الموارد الطبيعية وتسخيرها لمصلحة البشر، مثل الفيلسوف الفرنسي روني
ديكارت، وكما نعلم جميعا فقد اعتبر ديكارت أن الإنسان هو سيد ومالك للطبيعة، لأنه كائن عاقل ويتحلى ويتميز بالذكاء والقدرة على الاكتشاف، وبالتالي فكل ما يوجد في الطبيعة استنادا إلى موقف ديكارت هو مسخر للإنسان، وعلى الإنسان أن يعرف كيف يستغله لمصلحته. إذن هذا ما يسمى بموقف التفاؤلي. الموقف النقيض هو ما يسمى بالموقف التشاؤمي، الذي يرى أصحابه أن هيمنة التقنية والعلم على الحياة البشرية أصبح يهدد صحة البشر، ليس فقط البشر بل كذلك يهدد سلامة البيئة الطبيعية، وأن مستقبلا مخيفا ينتظرهما. يعني هناك مستقبل مخيف ينتظر الإنسان والطبيعة معا، مثل الفيلسوف جيلبير وطوى الذي اعتبر أن التقنية باتت تهدد ليس وجود الإنسان وحده فحسب، بل تهدد الوجود بشكل عام. جوابا على السؤال الرابع المتعلق بالتركيب، يمكن القول بعد تحليل النص ومناقشة أفكاره ننتهي إلى أن التقنية والعلم أصبح أساس الوجود البشري، لم يعد الإنسان اليوم قادرا على الاستمرارية في وجوده دون تقنية ودون علم، إذ لم يعد الإنسان قادرا على مقاومتهما، لم يعد الإنسان يستطيع التحرر من التقنية والعلم، أو بل أصبح الإنسان سجين العلم والتقنية. الإنسان يتغذى بفضل التقنية، يتعالج بفضل العلم والتقنية، بل إن الإنسان يتنفس بواسطة التقنية والتكنولوجيا، بل أصبحت التقنية والتكنولوجيا في قلب الإنسان. أعطيكم على سبيل المثال، يمكن تعويض الكثير من الأعضاء الجسدية بأجهزة تقنية تقوم بوظيفة العضو الطبيعي داخل الجسم، وذلك على الرغم مما يحملانه في تطورهما من مخاطر وجودية. على الرغم من أن تقدم التقني والتكنولوجي والعلمي يحمل بعض المخاطر، مع ذلك فإن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنهما. وبالتالي يظل السؤال المطروح دوما، هو من هذا السؤال يظل دائما مطروحا باستمرار، كيف يمكن تصور أو تخيل مستقبل ومصير الإنسان والعالم على ضوء هذا التقدم التكنولوجي الهائل والمتسارع. شكرا لكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، على حسن تتبعكم لهذا الدرس الذي خصصناه للتمرن على تقنيات وآليات الكتابة الإنشائية الفلسفية الخاصة بالنص، وأضرب لكم موعدا في حصة لاحقة إن شاء الله. مساءكم سعيد ورافقتكم السلام.